برحب بيكم مره تانية مشاهدينا الكرام، وقلت لكم احنا هنروح لملف الكهرباء. والكهرباء ايوه زياده متتاليه، واسعار الكهرباء بتزيد وبترتفع، والناس بتسال هو الارتفاعات دي بلا توقف بلا نهايه؟ هتفضل الاسعار تزيد 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 ما بتقفش؟ طب يا جماعه زودتوا الاسعار مره وقلنا تمام، تزودوها مرتين خلال سنه؟ هو مش رئيس الحكومه كان قال يا واش يا واش، واحدة واحدة، وهنفضل يعني مش هنديكم الموضوع كده مفاجأة ومش هنصدمكم بيه، ده العملية هتيجي واحدة واحدة وهنرفع، بس رفع بالإيه؟ بالراحة، رفع بشويش من غير ما حد يحس بأي حاجة، يعني هتيجي كده تلاقي الزيادة خفيفة وطفيفة والدنيا حلوة عشان نحقق بس طلبات صندوق النقد. يا جماعة يعني الحكومة لسان حالها بيقول لك احنا عبد المأمور، احنا شغالين عند صندوق النقد، صندوق النقد اللي نرفعوا الدعم عن المحروقات والكهرباء، فبالتالي اصلا الكهرباء اللي هي ما عليهاش دعم اصلا هنرفع من عليها الدعم وهنزود كمان اسعار. عشان كده رسميا اللي انتم شفتوه على الشاشه دلوقتي زياده اسعار كهرباء المنازل في مصر النسبه كام؟ ما بين 17% لحد 50%. 50% من 17% ل 50%، وعندك بقى نسبة الأسعار وسعر الكيلووات كام وهيزيد ايه، والتفرقة ما بين بقى العدادات التجاري والمنزلي والقصة دي كلها قصة كبيرة يا معلم، وزيادة للمرة التانية على التوالي في 2024. وزي ما قلنا ان الدكتور مصطفى مدبولي عنده تصريحات صيني وتصريحات مصرية أشبه بالتصريحات الصيني في قلة جودة التصريح وقلة دقة التصريح وعدم صحة التصريح، فهو برضو اللي كان قال قبل كده احنا هنزود بالراحة ومش مرة واحدة، زود عليك لحد دلوقتي في 2024 بس مرتين ورا بعض. الزيادة بقول لك بتتراوح من 17% ل 50%. أسعار الزيادة هتبدأ تتطبق بدءا من فاتورة سبتمبر، يعني استخدامك الشهر ده خلي بالك، ولو كنت بتحط في بند الكهرباء رقم زود هذا الرقم واعمل حسابك عشان ما تتفاجئش ان انت جاي لك الفاتورة او جاي لك المحصل فهتطلع له زي ما الراجل طلع لهم من امبارح كده في نص الليل ومرضاش يدخل حد البيت ومراته صورتهم وهم جايين عايزين يشيلوا العداد. وخلي بالك لو ما دفعتش والتزمت بالزيادة هتنزل عليك غرامة، ومش أنا اللي بقولك ده، الحكومة برضو اللي أقرت الغرامة بتاعت إن اللي مش هيدفع هتنزل عليه غرامة. طب بس كده يا حكومة هتنزلوا الغرامة على اللي مش هيدفع؟ قالك لا، وكمان عندنا 1,000,000 مهددين إن إحنا نسحبهم من بطايق التموين. ليه؟ مالهم دول؟ ما دفعوش فاتورة الكهرباء. طب ايه علاقة الكهرباء بالتموين؟ قال لك لا، ما هو ما استخدمش يستخدم الكهرباء وما دفعش فلوسها فاحنا نقوم جايين قاطعين عليه الاكل زيت وسكر وبتاع والكلام ده كله. يبقى اللي سرق الكهرباء يبقى هم عاملينها على اللي سرق الكهرباء، واللي مش هيدفع الفواتير هتطبع عليه الغرامه، وهيبداوا هيعتبروا ان اللي ما دفعش ومتخلف عن الدفع زيه زي اللي سرق الكهرباء، فهيحطوا يشيلوه كمان من على بطايق التموين. عندنا 1,000,000 شخص، يبقى اذا لا ميه ولا نور ولا اكل. ده بلد عظيم قوي والله العظيم. بقول لك ده احنا كنا بنقول ايه؟ قاطع ميه ونور، ده ما وصلناش للاكل دي، مجاعه رهيبه جدا، ما وصلناش يعني لحته الشعب. ايوه رئيس الوزراء في الحقيقه كان عنده تصريحات بيتكلم فيها بوضوح عن زياده اسعار الكهرباء. تعالوا نشوف هذا التصريح الصحفي الاذاعي التلفزيوني المسجل بصوت الصوره عشان ناكد لحضراتكم ان احنا بنقول بجد بجد، الازمه اللي احنا داخلين فيها ازمه فيها دفع للشعب المصري هيدفع اخطاء هذا النظام. كبيره جدا على المصانع، انا بس حابب ان انا اكد هذا الموضوع مره اخرى في ظل ان ما زالت مصر واحده من ارخص دول العالم في تسعير الكهرباء. مع كل اللي بيحصل وبيتقال وبيتقال ان الفواتير، ولكن ما زالت مصر كبيره جدا. اذا ما زالت مصر زي ما سياده رئيس الوزراء شايفها ارخص بلد في دفع الكهرباء. رئيس الوزراء كان بيقول هذا الكلام من مقر حكم البلاد في العالمين الجديدة، وزي ما انتم شايفين يعني الراجل
ما يعني احساسه الداخلي ان العالمين الجديده دي عظيمه جدا، وبالتالي يعني كل هذا العظمه امام كل هذه الفواتير اللي في نظره طبعا رخيصه وسهله، هو مش قادر يفهم فعلا ليه الشعب المصري ما يدفعش. يعني هذه القصه مؤرقه رئيس الوزراء وعامله له يعني مشكله كبيره.